أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نذب فيها عن قرآن ربنا العظيم. البعض يثير بعض الإشكالات فيقول بأن القرآن هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. دعونا نناقش هذا الأمر وفق منطقية علمية. هل القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي المصادر التي اعتمد عليها محمد عليه الصلاة والسلام في تأليف هذا القرآن؟ وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لذلك فإن القرآن يدفع مثل هذه الفرية بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. القرآن يتحدث عن أحداث عظيمة حصلت في تاريخ الإنسانية السحيق، فكيف اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويتحدث عن أخبار مستقبلية لم تحصل في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن الناس يعرفونها، فكيف أخبر عنها صلى الله عليه وسلم؟ إنه ولا ريب دليل على أنه من كلام الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الكتاب الذي ذهل لبلاغته وفصاحته أرباب اللغة ورواد الأدب، كيف لنبي، لإنسان عادي، أن يأتي بمثل هذا الكتاب الذي أعجز البلغاء والفصحاء؟ ولو كان من عندي لماذا لم ينسبه إلى نفسه؟ أما كان أولى به لو كان دعيا أن ينسب هذا الكلام إلى نفسه ليتصدر عند قومه قائمة أرباب اللغة والفصاحة؟ العرب كانت تحترم وتجل شعراءها وتحفظ أشعارهم وتعلقها في الكعبة. أما كان أولى به لو كان داعيا أن ينسب هذا الكلام العظيم إلى نفسه ثم يتحدى العالمين أن يأتوا بمثله فيكون قد حاز السبق الأول عند قومه؟ لكنه كلام الله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل في هذا الكتاب قد تحدى العرب تكرارا ومرارا، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك. فلو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لأمكن للعرب في زمن الفصاحة والجزالة، لأمكن لهم أن يأتوا بمحاكاة للقرآن العظيم فيبطلوا ذلك التحدي العظيم الذي أعلنه النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا كان القرآن من كلام محمد كما تقولون فهاتوا لنا مثله، ائتونا بكتاب من مثله إذا كان هذا الكلام كلاما بشريا. فعجزوا عن التحدي ولم يقدروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال لهم الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا لم تقدروا على أن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بعشر سور فقط وادعوا من استطعتم، استعينوا بمن شئتم على الإتيان بعشر سور من مثل هذا القرآن. فلما عجزوا وكلوا قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لكنهم مع ذلك
عجزوا عن أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن العظيم. ويبلغ التحدي غايته حين يقول لهم الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يخبرهم الله تبارك وتعالى بأمر لو كان بإمكانهم تحدي القرآن لأجل هذه الآية لفعلوا. يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فيخبرهم بأنهم عاجزون وأن عجزهم مستمر لا انقطاع له. ويخبرهم القرآن بالنتيجة النهائية لهذا التحدي القرآني: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله ولو ساعدهم الإنس والجن وما شاءوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويستمر القرآن يذكرهم بالتحدي كرة بعد كرة حتى يذكرهم بعجزهم. فتنزل في أوائل بعض سور القرآن الحروف المقطعة، والمقصود من هذه الحروف كما رجح شيخ الإسلام وغيره، المقصود منها تبكيت العرب وتذكيرهم بأن القرآن الذي تحداهم الله أن يأتوا بمثله هو من جنس حروفهم. لذلك تجد غالبا أن الحديث بعض الحروف المقطعة ينصب على القرآن العظيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن القرآن الكريم من جنس حروفكم ألف ولام وميم وصاد وراء، لماذا لا تأتون بمثله إن كان كلام بشر؟ صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، إلى آخره. فكل هذه الآيات جاءت لتذكير كفار قريش بالتحدي العظيم الذي عجزوا عنه ولن يقدروا ولم يقدروا عليه. أقول إن هذا التحدي الذي أعجز العرب في زمن الجزالة والبلاغة والفصاحة لهو من باب أولى يعجز في مثل يومنا هذا، حيث يفشو اللحن وتكثر العجمة حتى عند من يدعون أنهم من أرباب اللغة والبيان. أما ما نسمعه أو نقرأه في بعض المواقع من سفاسف تحاول محاكاة القرآن العظيم فهذا أمر يستكبر العقلاء عنه، ولا يودون أن يقرأوا مثل هذه السفاسف في مقابل القرآن العظيم. في زمن قوة اللغة وجزالتها، وفي زمن التحدي العظيم الذي أراد الله عز وجل أن يجعله معجزة لهذا القرآن، أراد مسيلمة أن يعارض القرآن، ففضحه الله وأخزاه وأنطقه بالمضحك من القول: يا ضفدع نقي كما تنقين، لا الماء تدركين ولا الشراب تمنعين. وأراد معارضة سورة من سور القرآن فقال: ألم تر كيف فعل ربك بالحبلى، أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين شراشيف وحشى. هل هذا يقارن بالقرآن؟ إن من العيب أن يذكر هذا عند أرباب البيان. أما النضر بن الحارث وكان رجلا فصيحا في قريش بليغا معروفا، هو الذي قال الله عنه: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. ففضحه الله وأخزاه وأنطقه كما أنطق أخاه في الكفر مسيلمة بالمضحك من القول، فقال: والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا. ابن المقفع الأديب العربي البليغ أراد معارضة القرآن، فبدأ بالكتابة، ثم بعد ذلك قرأ ما كتب، فما كان منه إلا أن مزقه وقال:
أشهد أن هذا لا يعارض، فما هو من كلام البشر؟ ومثله صنع أديب الأندلس يحيى الغزال فأدرك بأن القرآن لا يعارض. لماذا؟ لأنه من كلام الله تبارك وتعالى. القرآن أخبرنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في زمن تنزل الوحي، وحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى العرب، ما هو رأي فصحاء العرب فيما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الوليد بن المغيرة سيد قريش الذي يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه، يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فيقول هذا الرجل قولته المشهورة: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. نعم إي والله، وإنه ليحطم ما تحته. ولما جاء عتبة بن ربيعة وهو كافر معاد للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه يعرض عليه طلبات قريش، فأسمعه النبي عليه الصلاة والسلام أوائل سورة فصلت، فانطلق الرجل إلى قومه وقد تغير وجهه فقال لهم: إني والله سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة، يا معشر قريش يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فوالله فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. أي هذا الكلام سيكون له مستقبل، سيكون له خبر، فإياكم أن تعارضوه، اتركوه، فإن ظهر فعزه عزكم. لماذا ينطق هذا الرجل وهو على دين قريش، لماذا ينطق بالثناء على القرآن العظيم؟ لقد قرأ في بيان القرآن وفي جزالته وفي فصاحته ما أنبأه على أنه ليس بكلام بشر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة إسلامه معروفة، حين سمع بعض آيات القرآن من أوائل سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. حين سمع هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى انتقل من الكفر إلى الإيمان، فأصبح عمر فاروقا يفرق الله به بين الحق والباطل. جبير بن مطعم من سادات العرب، كيف انتقل هذا الرجل للإسلام؟ يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور، فلما سمعته يقول: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يقول: فلما سمعت ذلك كاد قلبي يطير. فيقول: فهذا أول ما وقر الإيمان في قلبي. الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو رجل من سادات دوس ورجل من شعرائها، جاء إلى مكة فقالت قريش له: إنا والله نخشى عليك يا طفيل من سماعك لهذا الرجل، فإن قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنا ولا تسمعن منه شيئا.
فما زالوا به حتى وضع الكرسف أي القطن في أذنيه حتى لا يسمع شيئا من القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يخافون أن يسمع الناس القرآن لما يقذفه الله في قلوبهم من الهداية ومن تعظيم كتابه. ثم إن الله تبارك وتعالى شاء أن يسمع الطفيل بعض آيات القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها عند الكعبة، فقال في نفسه: واثق لأمي إني والله لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فجاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن، فما قام من بين يديه إلا وهو مسلم. ما الذي يحصل لهؤلاء؟ لماذا بمجرد أن يسمع الواحد منهم بعض آيات من القرآن الكريم يقذف بالجاهلية خلف ظهره ويستقبل دينا جديدا؟ إنهم يرون عظمة القرآن في وقت جزالة اللغة، يرون ما لا يراه كثير من الأعاجم الذين يدعون أنهم من أهل لغة العرب اليوم. لبيد بن ربيعة العامري صاحب إحدى المعلقات التي علقت على الكعبة، شاعر جاهلي مخضرم معروف، هذا الرجل سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته وقد أسلم، فقال له: أنشدني بعض شعرك يا لبيد. فقرأ له شيئا من سورة البقرة، فقال له عمر رضي الله عنه: إنما سألتك عن شعري ولم أسألك عن القرآن. فقال هذا الشاعر العظيم: ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران، ما كنت لأقول بيتا من الشعر بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. وهل يدان القرآن العظيم بأشعار العرب؟ هذا الشاعر المخضرم أدرك عظمة البيان في القرآن العظيم، وأدرك أن القرآن يختلف كل الاختلاف عما كان يقوله من شعر وعما سمعه من أشعار العرب، فنبذ ذلك وراء ظهره وأقبل على مائدة القرآن. أيضا في عصرنا الحديث هذا ثمة أقوال منصفة لأناس تذوقوا عظمة القرآن وأدركوا ما في هذا الكتاب من الفصاحة والبيان. فون هامر في مقدمة ترجمته للقرآن يقول: القرآن ليس دستور الإسلام فحسب، إنما هو ذروة البيان العربي، وأسلوب القرآن المدهش يشهد أن القرآن وحي من الله، وأن محمدا قد نشر سلطانه بإعجاز الخطاب. فالكلمة أي القرآن لم يكن من الممكن أن تكون ثمرة قريحة بشرية. هذا كلام لرجل غير مسلم. فيليب حتي في كتابه الإسلام منهاج حياة يقول: إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره، إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر ولا يمكن أن يقلد، وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن، فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى. جورج حنا في كتابه قصة الإنسان يقول مثل ذلك. الفيلسوف الفرنسي هنري سرويا في كتابه فلسفة الفكر الإسلامي يقول: القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر. المستشرق بلاشير الذي طعن كثيرا في القرآن في كتابه القرآن الكريم، الحقيقة أجبرته فقال: إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط، إنه أيضا يمكن أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرته الإنسانية وبجلته من التحف. هذه وغيرها شهادات كثيرة نطق بها قوم على الكفر أعجزهم وبهرهم بلاغة القرآن العظيم
وكل ذلك يدلل على أن هذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.